ننتقل الآن إلى المحور الأخير في لقاء اليوم، ومع قامة تربوية حقيقة لا يتسع المجال لذكر السيرة الذاتية لهذا الشخص، سعادة الأستاذ حمد الوهيبي مدير عام التعليم في منطقة الرياض، فأهلا ومرحبا به. تفضل أبو ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك دكتور. الله يسلمك، انا اتشرف الله في الجلسه معك. انا الحقيقه في مثل هاليوم اول شيء اسلم عليكم جميعا، المفروض اسلم بس بعد شوي ان شاء الله. ويعني مثل هذه اللقاءات انا اعتقد انها من اللقاءات المهمه اللي تختصر كثير من الجهد والوقت الحقيقه، وتثري الخبره والتجربه. وان كنت دائما لا احبذ الحقيقه ان يكون الطرح فيها هو طرح اكاديمي، طرح نظري، لانه الكل متشبع من الزملاء بالخبرة الميدانية الطويلة جدا والتأهيل، مشاركة في تجارب متعددة مرت عليها الوزارة، وأيضا وجود كوادر وقدرات تساعد في إدارة التربية والتعليم تحمل هذا الهم وتساعد عليه، وهي أيضا قادرة على إتقانه وعلى التجاوب معه بشكل إيجابي. يعني يمكن من أكبر الإشكاليات اللي واجهها الإنسان، يعني رغم المدة اللي قضيتها في إدارة التعليم ليست تلك الطويلة، لكن أيضا يمكن الظروف اللي مريت فيها من خلال التنقل في الوزارة في أكثر من موقع يمكن أسهمت كثيرا في أن الإنسان يعني يدرك تماما ماذا يريد مدير التعليم الجديد. يعني حتى لو كان مساعد، لما يكون مدير تعليم تتغير الأمور تماما، تتغير وتصبح شغله الشاغل والجهد الأكبر والضغط الذي يعني يواجهه ويشغل تفكيره ليل نهار هي أمور ليست تربوية وتعليمية. فالأمور التربوية والتعليمية في الغالب يعني مسارها دائما مسار إيجابي، وأيضا تجد فرق العمل تشتغل عليها، سواء كانت على مستوى المدرسة، مستوى مكتب التعليم، على مستوى أيضا الإدارات والجهات المعنية في الإدارة. وإنما عندما يتسنم الشخص هذا المكان حتى ما يعني يأخذ وقته أن يستمتع بهذه الثقة وهذا المكان وهذا المركز، لأن له بريق، وأحيانا هذا البريق يخطف، وإذا خطف هلك الإنسان، فلا حقق هذا الهدف ولا حقق الهدف الآخر. وأحيانا أيضا من الأمور التي قد يواجهها الإنسان أن تشغله التفاصيل في إدارة التعليم، ومتى ما أشغلت التفاصيل أصبح الإنسان غير قادر على أن يرى عن بعد، مثل اللي في وسط وادي لا يرى ما خلف هذا الجبل. ولذلك يفترى الإنسان دائما يحافظ على بقائه على قمة الجبل حتى يكون عنده القدرة على الإشراف الشامل والكامل، لكن أيضا لا يغفل على التفاصيل. هذه من الأشياء اللي أنا واجهتها الحقيقة، واجهت أيضا وجدت يعني أمور كثيرة جدا لم يدركها الإنسان على مدى 30 سنة عملها في التعليم، وهي خارج إدارة التعليم وخارج المدارس وخارج العمل، داخل النطاق الذي يعمل فيه الإنسان، سواء العلاقة مع أمارة المنطقة، مع مجلس المنطقة، مع اللجان المختلفة التي تعقد على مستوى المنطقة، مع أيضا القطاعات الأخرى التي يرى نفسه في شراكة مهمة جدا معهم، وهذه أيضا لها آلية في قضية التعامل معها. فإن سمحتوا لي فقط أعطي بعض الأشياء البسيطة، وأنا أعرف أنكم تعلمون ولا نعلمكم، لكن فقط يعني قد يجد فيها الإنسان ما يساعده ويعينه. من أكبر الإشكالات التي واجهها مدير التعليم حقيقة، اللي أشوف أنه من الأهمية الكبرى الإنسان يقف عندها كثيرا، أن الأمور الإدارية والمالية وأمور القضايا هي أخطر ما يواجه مدير التعليم، ولذلك يجب أن يواجه مثل هذه الأمور مواجهة إيجابية. أولا لا شك أن المركزي سيفشل، هذا خذوها قاعدة من حمد الوهيبي تحديدا، طال الزمن أو قصر. وأن أيضا الاتكال الذي يفوض كل شيء ويحمل الآخرين المسؤوليات أيضا ستصبح الدعوة فوضى، وستكبر وتتفاقم المشكلات، قد لا تظهر مبكرا لكنها قد تتأخر. ولكن التوازن ما بين الجانبين هو يعني سلاح أساسي، كيف تفوض وماذا تفوض من صلاحيات لزملائك
الكل يحاول أن يشغلك، تجد معلم يرسل لك رسالة، مدير مدرسة، ولي أمر، جار لمدرسة، وكل الناس مرتبطين بالتعليم. فكلما انشغل الإنسان في هذه التفاصيل كلما يعني فقد التركيز وفقد الجهد والوقت اللي يقوم فيه. فأنا أشوف أن هذه من أهم الأشياء التي يجب الإنسان يستعين فيها بعد الله سبحانه وتعالى، أن يكون عنده قدرة على أن يفوض صلاحيات لزملائه، إما على شكل أفراد يتولون المسؤوليات، المساعدين، مدراء الإدارات، مدراء المكاتب، أو ما يتعلق باللجان، سواء لجان رسمية أو لجان اللي تطلبها طبيعة العمل في إدارتك. يعني أنا أشوف أن هذه أيضا من الأشياء المهمة الرئيسية، يعني وهذه يجب أن تكون مكتوبة، يعني يجب أن يكون هناك تفويض صلاحيات رسمي إذا كان ستفوض الغير، ويعرف الجميع أيضا ما هو خط السير الذي أنت تمشي فيه في إدارة العمل وفي قيادة العمل في إدارة التربية والتعليم. أيضا زي ما ذكرت، الدخول في التفاصيل اللي تأتيك لا يعني ذلك إهمالها، ولذلك من أكبر الصعوبات اللي واجهتها أني ما أستطيع أقرأ الرسائل. يمكن طبعا طبيعة الرياض تختلف شوي، يعني الأعداد المهولة، يعني أكثر من 1,100,000 طالب، زملائنا فقط أكثر من 100,000، فبالتالي يعني كل هذه هي ما أستطيع أن أقرأ الرسائل. ولذلك من الأشياء المهمة اللي يعني كنت يعني قلت بصير مدير تعليم مثالي، فصرت كل يوم أفرغ لي ساعة، ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات مساء، بس عشان أقرأ بس الرسائل اللي تجي عشان يعرف الإنسان وين رايح. طبعا هي مفيدة في بداية عمل الإنسان، لكن مستقبلا لا تشغله. فمثل هذه الأمور أنا وجدت فيه من أفضل الأشياء الأساسية فيها أنني لا أجيب على الأشخاص إطلاقا، مهما كان استفز أو لم يستفز يرى أنه، لكن أحيلها لجهة الاختصاص وأطلب إفادة نهائية بما ينتهي إليه الموضوع. يعني هم اللي يتواصلون مع الشخص، وهم الذين يعالجون الموضوع، وهم اللي ينتهون إليه ثم يعطون إفادة نهائية أخيرة يطلع عليها الإنسان، لأنه يعرف بالضبط. هذه تكسب الإنسان خبرة لكنها ما تشغله في الوقت. فهذه بعد 2-3 شهور وجدت أنها يعني أسهمت كثيرا في أنه لم أشغل بالتفاصيل، ورغم ذلك لم أكن بعيدا عن الميدان، وإنما تعرف ما يدور وما يحصل، وأيضا من خلالها أيضا تقيس مدى قدرة زملائك في معالجة الأمور وفي التفاعل معها. تجد بعضهم يطنشك، لكن عندما تتكرر نفس الموضوع وتسمع 2-3 مرات تعرف زميلك هذا، تكتب له 2 ومرة 3 مرات ولا يجيب. فهذه أيضا تعطي معرفة للزملاء اللي يعمل معهم الإنسان. أنتقل إلى نقطة ثانية، العلاقة مع عمارة المنطقة أو المحافظ. يعني هذه حياة أو موت، يعني بناء العلاقة الإيجابية، وهذه العلاقة الإيجابية أيضا تحتاج إلى توازن، وإلا إن انقطعت عن العلاقة معهم أو فسدت، فبالتالي ستكون إدارة التعليم وإدارتها يعني خاسرة لحكم العلاقة المرتبطة، بحكم أن حاكم المنطقة والمفوض بهذه الأعمال، وأيضا الاستجابة الكاملة دون وضوح للتوجه والرؤية لمن يتولى القيادة في المكان وفي الموقع أيضا تتعب الإنسان. خوفك دائما من بطانتهم، هذه أكبر ما يواجه من مشكلات الذين يعملون داخل الأمارة. أحيانا يأتونك بتوجيهات وأمور لا يدركها أمير المنطقة، أو أحيانا أيضا لا يدركها المحافظ، فبالتالي وجود الإنسان على صلة مستمرة وإطلاع دائم للمسؤول الأول، هذه دون طلب طبعا، هذه القيمة الكبيرة جدا اللي يحصل عليها الإنسان في بناء علاقة إيجابية، يوضح من خلالها عادة ما يواجهه من إشكالات، أحيانا قد يكون من ضمنها الإحراجات الشخصية، وهي تراها من أكبر الصعوبات اللي يواجهها مدير التعليم. وأيضا في كل الأحوال أن يستطيع أن يتعامل معها، لأنها ستكون أكثر من قدرته، بل تخل بالعمل في داخل إدارته. العلاقة مع الزملاء، ولذلك أنا من ضمن الأشياء اللي أنا عملتها على الأقل وأرى أنه يعني وجدت فيها جانب إيجابي، في أشياء عملناها ما هي بإيجابية، فذلك لن أذكرها، أذكر الأشياء الإيجابية اللي وجدت لها صدى إيجابي الحقيقة. الله أكبر، تصلوا لحالكم ونتصلوا مع المسلمين. طيب، فالشاهد في الموضوع هذا تحديدا هي النقطة الأساسية، أني خصصت يوم في الأسبوع في 2 ساعة أن أنفذ، طبعا الرياض عشان حكم أيضا الحجم الكبير جدا، أني أنظم زيارات، مرة المدير الشرطة، مرة المدير المباحث،
مرة المدير يعني الأمين المنطقة ولا الوكيل من وكلائه، أحيانا اللقاء فقط لو كان لقاء عابر سريع جدا مدة 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة، المواجهة والزيارة لها أثر كبير جدا في بناء علاقة إيجابية. طبعا بعد أمين المنطقة لا شك أن رئيس البلدية ولا أمين المنطقة يعني هذا شريك مهم جدا، خسارته يعني تزعج وتتعب كثيرا. فأحيانا شركة الكهرباء، فرع مديرية الصحة، ويعني كنت أتكلم عن الكلفة أركز على أمين المنطقة أو رئيس البلدية، ولكن أيضا أركز على الجهات الرقابية والأمنية. هذه ما فيه جانب وسطي، يا تكسبهم يا تخسرهم، ما فيه. وأكبر الصعوبات اللي واجهها زملائنا في إدارة التعليم سابقا، يمكن يتواصلت مع أكثر من 15 مدير تعليم سابق خرجوا عن الخدمة يعني في الغالب بالتقاعد ولا بغيرها. فأكبر الإشكالات التي واجهوها كانت طبعا هذه هي مبرراتها وأسبابها، من خلال القضايا، من خلال بعض الأمور المالية، من خلال أيضا البطانة أيضا غير الصالحة. وهذه من أكبر الصعوبات لما يكون المكتب اللي أنت فيه وزملائك اللي تستعين فيهم. ولذلك أنا أقول احذر احذر، يعني الحلقة الرمادية، أنا أسميها الحلقة الرمادية الحقيقة، التي تعطيك كل شيء وردي ولكنها تخفي الشيء الكثير، فلا تعلم ما يدار. نعم يحملون عنك العبء، يعملون ليل نهار عشان يخففون عنك الأعباء، لكن مع الوقت ستجد نفسك انقطعت عن الميدان، لا تعرف ما يدور حتى تحصل الطوام. ولذلك لابد أن الإنسان يبقي له خطوط اختراق، لابد أن يبقي له جسور للتواصل مع الكل، لابد أن يرتبط بالميدان من خلال زيارات حتى لو كانت قليلة، يزور مدارس أحيانا. وأنا أرى أن هذه لا تبرمج إطلاقا، مع الوقت سيعتادون عليها وتصير أمور طبيعية. إحنا مدير مكتب التعليم، كان عندنا كمدير مكتب سابق، فأحيانا مدير مكتب التعليم يزعل يقول شلون جيت زرت المدرسة بدون يعني، فبالتالي مع الوقت خلاص يعتادون عليها أنه طبيعي جدا. أنا يعني كل فترة ممكن أزور مدرسة، ممكن أزور مكتب، ممكن أزور موقع من المواقع معينة، ليس الهدف لا النقد ولا غيره، ولكن ليشعر الجميع أنه فيه الارتباط المباشر والدائم معه. أيضا آخر شيء اللي بأختم فيه أنا بالنسبة لي من عندي أنا أمرين. الأمر الأول يعني لابد للإنسان عندما يبدأ هذا العمل أن يستمتع، إذا لم يستمتع سيتعب كثيرا ولن ينتج. يعني أنت في مكان له قيمته، يعني كسبت الثقة والمسؤولية والأمانة، صحيح العمل له متطلبات ومصاعب كبيرة جدا، لكن أيضا فيه رونق وفيه متعة أنك أنت تولى إدارة عمل وقيادة عمل، وبالتالي ما لديك من فكر وما لديك أيضا من قناعات وشيء معينة من خلال العمل المؤسسي مع زملائك في الميدان. أنا متأكد يقينا سترى ثمار وآثار إيجابية مع الوقت عليها. ولذلك أنا في رأيي وأتمنى أن تكتب أن يكون الإنسان خطين، الخط الأول خط استراتيجي، يعني عندي إمكانات في إدارة التعليم وعندي أيضا صعوبات ومعوقات، ماذا يمكن أن أصنع إذا أنا في مكان يكثر فيه التجار ويكثر فيه المؤسسات اللي ممكن تدعم، وأيضا عندي إمكانيات للاستثمار وعندي إمكانيات كبيرة جدا، بالتالي لي خط. أنا في مكان والله وفي إدارة تعليم صغيرة، وبالتالي أيضا لا يوجد فيها رجال أعمال أو داعمين ممكن يحصل على الإنسان، ما هي أيضا الأشياء التي يمكن أن أركز عليها لتحقيق يعني هدف تعليمي أريد أن أصل إليه في نهاية المسار. فتجد هنا إشكالات وهنا إيجابيات. يمكن تجد بعض إدارة التعليم عندنا الصغيرة يقول يا أخي ما عندنا فرص استثمارية مثل ما هو موجود عند الرياض. تسأل عندك مدرسة مستأجرة يقول لا كل مدرسة حكومية. طيب أنا عندي مدرسة مستأجرة الواحدة منها ما أستطيع أن أتخلص منها لأسباب كثيرة، تعرفون في المدن لا المرافق انتهت، فبالتالي ستواجه صعوبات وعناصر ضغط عظيمة جدا، وبالذات لما تكون في مثل الرياض يعني عليها مليون كاميرا يعني في كل مكان تطالع وكل المستويات تراقبها. هذا موضوع. ولذلك الإنسان يضع له خطين، الخط الأول زي ما قلت هدف استراتيجي يشتغل عليه لمدة سنة سنتين ثلاث، وهذا عادة لابد أن يكون من خلال لجان يشتغل مع الزملاء فيها. ما هي المزايا النسبية عندي في إدارة التعليم التي قد لا توجد عند الغير، حتى أستطيع من خلالها أن أفعل برامج وأن أفعل يعني إصلاحات تعليمية حقيقية عندي في الميدان، أو أعقد بها شراكات مع الآخرين بحيث أني أستطيع أن أنتج وفق الإمكانات المتاحة عندي. وبالتالي هذه لابد أن يبقى عملها مؤسسي، بقيت ما بقيت في إجازة طلعت والعمل
بطريقة يعني ماشي، وبالتالي ستكون هذه يكتب لها بعد الله سبحانه وتعالى وبعد توفيق الله يكتب لها الاستمرارية والنجاح. الأمر الثاني أن تحتاج أيضا إلى معالجات بعض الأمور. أحيانا أردت أن تصلح كل مدارسك فسد، ضاع الوقت بدون أن تصلح شيء. لكن أحيانا قد تجد قائد مدرسة مميز وعنده فكر وعنده توجهات أو استفاد من أي برنامج آخر كبرنامج خبرات أو غيرها، وبالتالي عنده أيضا إمكانية أنه يعمل ويدعم. لا يقف الإنسان، هذه من ضمن المكاسب الكبرى اللي أسميها أنا عادة، هي عبارة عن يعني الإنجازات يعني القصيرة والعظيمة، وهذه تعطي أحيانا لإدارة التعليم أمام مجلس المنطقة، أمام يعني مجلس البلدي، أمام يعني الأهالي، أمام الآخرين، تعطي مكسب كبير. أحيانا قد تجد مدرسة معينة تستطيع أن تفعل دورها وواجبها أحيانا لخدمة المجتمع بعمليات تطوع، أحيانا يكون خارج وقت الدوام الرسمي ممكن أن تفتح هذه المدارس. اكسر بعض الأنظمة، معليش ولو أني كنت مدير متابعة سابق، لكن اكسر بعض الأنظمة التي ليس فيها جانب مالي أو إداري، ولكن بعض الأنظمة تحتاج إلى أن تكسر. يوم الجمعة والسبت أحيانا قد أكون أنا في محافظة صغيرة، الشباب عندهم إشكاليات كثيرة جدا ترتبط بالجانب القبلية، ولا أحيانا الشباب عندهم إشكاليات سلوكية معينة، فبالتالي من خلال المدرسة الثانوية أجد داعم أبدأ أشتغل عليها، زملاء متطوعين، يعني عقد شراكة معينة مع النادي مع غيرها، فبالتالي أستطيع أن دقيقة واحدة أستاذ حمد، دقيقة واحدة، صورة إيجابية عن التعليم ودوره في خدمة المجتمع من خلال المكتسبات أنت لا تتعب في متابعتها وإنما تدعمها، لكن تجد المتحمسين لها، وهذه ليست ضمن الخط الاستراتيجي العام الذي يعمل عليه الإنسان. هذه طبعا الأولى. الثانية الأخيرة اللي أنا أختم فيها، احرص قدر ما تستطيع على أن يكون الجهات أنا أسميها القطاعات الرقابية عندك في الإدارة، المتابعة، القانونية، قضايا المعلمين، هذه ثلاث قطاعات في غاية الأهمية، وأنا من وجهة نظري الشخصية أحتاج الإنسان يعقد معهم لقاءات مستقلة مع هذه الجهات الثلاث، يلاحظ فيها كل الإشكالات الموجودة وكيف تستطيع أن تتواكب هذه الجهات، جهة الرأي القانوني، جهة الرقابة والمحاسبية اللي هي المتابعة، وجهة الوقاية في الأصل والإصلاح واكتشاف المشكلات في مهدها ومعالجتها تربويا، وهي قضايا المعلمين. هذه يجب أن يكون لها دور جبار ودور كبير جدا في عمليات الدعم الأساسية لعمليات التربية والتعليم، وكذلك هي تساعدك في ما تجهله في الأمور الإدارية، في الأمور المالية، في قضايا كثيرة جدا. احرص في الأمر المالي أن يكون لك غطاء قانوني، بالذات في موضوع المشتريات وفي اللجان المتعلقة بهذه الأمور، لأني أعلم بأن كل زملائي يجهلونها تماما كما أجهلها، فبالتالي وأيضا أنك تفهمها وتبدأ تتعلم من جديد صعبة جدا، ولذلك يعني احرص على أن يكون مكتبك محل ثقة، الجهات الرقابية الثلاث هذه محل ثقة، واحرص على أن أحيانا قد تحتاج أنك توقع وتبصم على توقيعات هذه اللجان وهذه الأعمال، لأنها ستساعدك كثيرا في تجاوز المشكلات وأيضا تجاوز التردد اللي أحيانا قد يعيق خطوات الإصلاح والعمل في الإدارة. لكن قطعا لن تعالج كل المشكلات، لن تحل كل شيء، ستبقى المشكلات قائمة لا تؤرقك. يعني احرص على يعني إمكانيات النجاح وفرص النجاح، ما في إدارتين زي بعض، لا تحاول أن تطبق ما طبقها الغير، ترى هذا ستفشل كثيرا، وإنما يستفيد الإنسان من خبرات الآخرين. فإن كان في أي طرح أو سؤال من الزملاء أو شيء معين تسمح لنا، بس لو كل الشكر وتقدير لك أستاذ حمد. سم إضاءات تكتب أنا متأكد إن في أذهان البعض أحيانا بعض الأشياء. نعم هناك 10 دقائق مخصصة للزملاء، مداخلات الزملاء استفساراتهم. احنا سعداء ابو ياسر، وخارطة العمل الطويلة اللي تحملها على كتفك وعلى كاهلك من الخبرات الواسعة، واعتقد ان مساحة 20 دقيقة كانت قصيرة جدا، لكن لعلنا يعني يمكن المساحات الاخرى الخاصة نقتحم فيها بعض الخلوات لديك ونتصل حتى او نرسل رسائل استشارة. شكرا لك. ثنائية الخطر، انا اسميها ثنائية الخطر، الفرصة مع الحاكم الاداري وأيضا الوجه الآخر لها وخطورتها، أنت تكلمت عن اليوم عنها بصورة، وأمس كان الأستاذ ناصر العبد الكريم أيضا تكلم عنها بطريقة ما، بمعنى أنها موجودة لابد أن تتفاعل معها بطريقة وبأخرى. يعني لا شك أن هناك سر لدى يعني أبو ياسر
وربما حتى لدى الأستاذ ناصر عبد الكريم في الموازنة ما بين هذا الأمر وهذا. الجانب اللي جالس أيضا أتكلم عنه وأنت خبير في المتابعة ورئيس الإدارة العامة المتابعة فترة طويلة جدا، تواجهنا مشكلات كثيرة يعني مالية، خلنا وإحنا حديثي عهد على هذا الخط. أحيانا نتبادر لدى ذهن الشخص منا أنه يمكن معالجتها داخل إدارة التعليم في ظرف زمني معين، ولكن أيضا تعرف خط المال ليس الجهة الرقابية الوحيدة عليه، هي إدارة التعليم، هناك جهة أخرى هي كاشفة لمثل هذه المخالفات. كيف يمكن أيضا أن نتفاعل معها؟ هل مجرد العلاقة مع الجهات الرقابية هذه وفتح خطوط المفاهمة تعتبر حل، أو أن لا بد من المسارعة والمبادرة إلى كشف الأوراق كاملة أمامها؟ هذا سؤال شخصي أنا مني، ربما لا يكون لدى الزملاء، لكن هو سؤال شخصي. شكرا لك. طبعا ما ذكرت بالنسبة يعني أمارة المنطقة هي مكسب كبير جدا، مثل أنك تمر تشوف كنزة تمشي وتخليه، ولا أنت في صحراء ما عندك ماء وتمر تشوف ماء وتتعدى، فتعتبر أمارة المنطقة أو المحافظ يعني أكبر عنصر دعم وقوة كبرى، لأن هو اللي يشرف على المكان، وبالتالي كل مشكلات ستواجهها عادة سيكون لهم يعني دور في الدعم والمساندة. يعني كل صغيرة وكبيرة أنا في رأيي بالذات على الأطر العامة اللي ما تدخل في تفاصيل الجانب التربوي والتعليمي، قضية إطلاع يعني المسؤول عن المنطقة والمحافظة عليها، ترى هذا من أهم ما يمكن يطلع عليه من خلال تقارير مبسطة. يعني إنسان يروح يزور يقدم التقارير، طبعا يختلف، أحيانا بعض المحافظات يعني بالإمكان كل أسبوع تروح مرة، يعني 10 دقائق للسلام والزيارة ويطلع المسؤول، فبالتالي أحيانا قد تكون هذه موعد محدد. يعني أمارات المناطق تحتاج إلى يعني وقت، لأنه أحيانا قد لا توجد عندهم الفرص المواتية، لكن مثل هذه الأشياء عادة هي تبني الثقة وتبني العلاقة. وأنا أيضا مع أن الإنسان لا يعطي صورة وردية، يعني وإطلاع المسؤول عن كل تفصيل صغير وكبير مهم جدا. أحيانا الوزارة ما ترضى بالشيء هذا، لكن أنا أشوف أنه حتى لو كانت الوزارة ما ترضى لابد أن يطلع الإنسان أمر. التوازن ما بين وزارة التعليم والميدان مهم جدا، أحيانا يعني تحتاج لابد أن يكون حاكم المنطقة على علم وعلى اطلاع. إحنا نقلنا الآن مدارس حي السفرات بناء توجيه، وكان هذا عمل وزارة، لكن مباشرة انطلقت إلى أمير المنطقة بالإنابة وأطلعت على كل التفاصيل. فيعني أنه يعرف هذا الأمر اللي يدور داخل إدارته وداخل، لا يعقل أنه مثل هذا الأمر يصير وتنقل يعني 10 مدارس من حي السفارات في الرياض إلى خارج الحي دون أن يكون لها تداعيات. سيكون لها تداعيات، وبالتالي أنت تحتاج إلى هذا الدعم وإلى هذه القوة اللي تكون أحيانا، لكن كيف الزاوية اللي يطلع عليها هذه مهمة جدا، ولذلك يحرص الإنسان على بناء هذه العلاقة. أنا كحاكم منطقة ماذا أتوقع من شخص يأتي ويعطيني كل الأمور الإيجابية والسلبية بواقعيتها دون يعني ترى كل ما تحسن الشيء سيظهر. يعني كثير من الأمور أحيانا تجد أني أقابل أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة وأتي للتفاصيل فأعرف أنه يعرف تفاصيلها أكثر مني، فبالتالي يعني جدا أنك تأتي الإنسان وتعطيه ما يصدق ما لديه إذا كان حقيقة، أو على الأقل يجلي إذا كان في أي شيء معين، فبالتالي هو ما يحتاج يسأل غيرك، إذا أنت في تواصل مستمر معه سيتواصل معك بشكل مباشر. جهات الرقابية في غاية الأهمية للإنسان، يخزرهم سترى العجب، بادر بالزيارة سترى العجب، يعني سترى حياة أخرى وتعامل آخر، سيكونون قوة داعمة. احرص وحرص زملائك على حسن استقبال مفديهم مهما كان. لا يمكن يأتيني مندوب لهذه الجهات وأعلم أنه موجود ما أقابله في مكتبي، أنا أتكلم عن نفسي، وأجلس مع جلسة خاصة. من الأهمية بمكان يكون هذول عون لك، يطلعونك على تفاصيل أنت تجهلها تماما، يختصرون عليك المسافات والوقت لاكتشاف مثل هذه المشكلات التي ذكرتها على الأمور المالية وغيرها. فأنا أقول هذه يعني كفلاش سريع جدا. تفضل. سؤال آخر دكتور طلال. عاد هذا أستاذنا وشيخنا. أولا جزاك الله خير أستاذ أحمد، حقيقة استمتعنا كثير حقيقة، لأن حصلنا على كنز واقعي من القلب للقلب. أنا لاحظت حقيقة لا تحضير نموذجي بقدر ما هو من القلب للقلب لكي يستفيد الجميع. واقع إن أردت التنظير ما في حل. ما أقول هذا الذي ننشده حقيقة، نريد الواقع. الرسائل
الإيجابية لمعالجة كثير من إشكالات في الواقع. لن تأتي إلا بمثل هذه الاطروحات حقيقة. ما ذكرته مهم جدا. نحن مثلا أضرب مثال بسيط وسريع، إلغاء المدارس وضمها، أنا عندي في الطائف 44 مدرسة وبإضافة الاثنين 45، لا تتوقع أنه ما حيكون في رد فعل في ظل بيئة متعددة القبائل والاتجاهات وبعد المسافات. فأول بادر عملتها هو المحافظات كلها. وقفوا معي تماما، الآن كل محافظ لديه تصور كامل وتواصل مع مشايخ ورؤساء المراكز لدعم هذه القضية، حتى لا يكون هناك جوانب، يعني نحن نعرف الآن الإعلام والأمور هذه قد تصل بسرعة ويستغلها من يستغلها حقيقة لسوء وغيره. الأمر الثاني، الجهات الرقابية. أنا بدأت حقيقة في هيئة الرقابة والتحقيق، ويمكن ثالث زيارة لدوائر الحكومية هي للرقابة والتحقيق، لأنه كان فيه سوء علاقة أو خلينا نقول الدائرة متواسعة كبير بين دائرة التعليم ودائرة هيئة الرقابة والتحقيق على كل صغيرة وكبيرة، حتى الجوانب التربوية كانوا يحققون فيها، يعني أشغلوا التعليم تماما. فبادرت بزيارتهم إلى اليوم الصباح وغيره، والعلاقة إيجابية برسائل صباح الخير وغيره يتبادل معنا، حتى وجدت أن العلاقة أصبح قريب جدا من إدارة التعليم، وهذا هو المطلب للنجاح. ما ذكرت فعلا استقبالهم كان هو سبب في النفور، عدم إتاحة الفرصة لهم أكبر لأداء مهمتهم. نحن نساعد بعضنا البعض ليس لهدف تصيد أخطاء بقدر ما هو اكتشاف الأخطاء ومعالجتها. أنا المستفيد إذا عالجت أخطائي. إخفاء الجروح قد يؤدي إلى بتر، لكن كشفها للعلاج هو سر النجاح الحقيقي. فأشكرك حقيقة. وسؤال أخير لوجود سابقا خدمة في المتابعة ثم إدارة التعليم، مدير المتابعة يعتقد البعض يرى أنه يكون موظف إداري على الوظائف الإدارية، وبعض الإدارات لاحظنا أنه تربوي من شاغلي الوظائف التعليمية. ما رأيك أنت، أيهما أفضل لهذا الجانب حقيقة؟ والله الحصيلة طبعا إذا وجدت موظف إداري متخصص على الأقل عنده خلفية إدارية وليست قانونية، شوف أنا يعني أدعم هذا الاتجاه، لأنه القانوني لا يمكن أن يدير يعني إدارته للمتابعة، أحيانا قد يكون فيها تضارب، يعني لأنه تحتاج إلى شخص. المتابعة هي مثل حكم التعزيري، يعني يبدأ بتوبيخ ولا عمل اجتماعي إلى أن يصل إلى حتى قتل يعني. فبالتالي يعني كل هذه الخيارات متاحة، بينما القانوني عنده نص نظام يتعامل معه بشكل عام. فبالتالي أنت محتاج إلى الشخص الإداري، لا شك أنه الإداري إذا توفر فهو الأفضل، لا من التربوي ولا حتى من غيره، لكن الإداري القادر على أنه يعني يغطي الجانب اللي أنت ما تملكه يعني ولا يملكه الزملاء الآخرين يعني. والجانب الإداري إلا أن يبدأ في محاولة والخطأ مثل ما بدأنا حنا، وتبدأ تستعين إذا وجد عندك قامات، وكانت المتابعة الحقيقة فيها زملاء ساعدوا كثير الحقيقة وكانوا محل ثقة، فبالتالي يعني استفدت منهم كثيرا وتعاملت معهم. طبعا تقول انت بدات بالمتابعه، ترى ما بدات بالمتابعه، انا بدات بالاشراف التربوي، يعني انا كنت الاداره العامه اشراف التربوي 10 سنوات ثم شؤون المعلمين ثم للتخطيط المدرسي، ويمكن في فترات معينه ايضا خدمات الطلاب والمراجعه الداخليه. فاقول مثل هذه الامور احيانا الانسان تطلعك على امور. انا ودي ايضا اعطي امرين بسيطين بس ذكرتها قبل شوي، يعني الاعلام ترى انه يهتم بالامور التربويه والتعليميه، فبالتالي انت يعني لا يعني هذا انك تهملها، لكنك تعمل فيها وأنت براحة. ممكن هذه أن توكلها لزملائك، أن تشرف على الأطر العامة زي ما ذكرت، الجانب الاستراتيجي والتوجه العام نريد أن نصل إلى هذا الهدف، يعني مسح ومعرفة ماذا تملك المنطقة والمحافظة والمدارس سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمع، يعني ماذا تملك من قيم نسبية يعني داعمة تستطيع أن تستثمرها استثمار الإيجابي في خدمة التعليم. لكن أنت ستشغلك كثيرا بعض الأمور المالية والإدارية وغيرها لأمر أول شيء جهلها، الأمر الثاني أن تداعياتها أكبر وترتبها لأنها تحكمها أمور نظامية بحتة، يعني ليست مثل التربية والتعليم،
يعني واحد يقول والله الكفايات أفضل من المعايير، واحد يقول لا المعايير أفضل، هذه المدرسة أفضل من هذه المدرسة، ثم تدخل يعني في، لكن يظل ما في خطأ كامل ولا، بينما الأمور المالية والأمور الإدارية والنظامية لا، يعني تدخل الإنسان. وأيضا إحنا أحيانا قد نجهل بعضها، فالإعلام يعني خطير جدا، الإنسان لا يقاطعه ولا ينسى قراءه، ترى التوازنات يعني من الأشياء اللي في غاية الأهمية الحقيقة، يعني لا يبدأ الإنسان يعني بعيدا عن قضية إبراز الجوانب الإيجابية لكنها تبرز كعمل مؤسسي. يعني أحيانا البعض ما جاء والله أنا وجيت وكل يوم صورتي طالعة فيهم، يا أخي والله العظيم شيء مزعج، يعني مزعج لي أنا شخصيا، أنا ما أدرك تماما هذه التفاصيل. والدكتور غازي قصيبر رحمة الله عليه يعني كان من أكثر ما ذكره يقول يعني كل شيء يعني أشعر بأنني أدرته بنجاح واشتغلت عليه بنجاح يعني ما عدا تعاملي مع الإعلام، بالذات عندما كان في وزارة الصحة سابقا وأيضا في شركة الكهرباء، فيقول كان كأسد يعني سيلتهمني والتهم كثير من الآخرين. فبالتالي أحيانا إبراز هذه الأشياء في عمل مؤسسي يعني باسم الإدارة، حتى في التغريدات اللي تطلع أحيانا في الخبر الصحفي اللي يطلع، يعني ترى هذا يشعر زملائك أيضا بالقيمة، فاحرصوا عليه. عندي نقطة مهمة جدا وأنا أشوفها ترى بحكم عملي السابق وفي أماكن كثيرة جدا، ابتعدوا قدر ما تستطيعون عن صغائر الأمور. ترى كثير من الصغائر أحيانا النفس فيها ما تقوى أنها تنسحب، يعني ترى أحيانا حتى أنا كمدير تعليم ولا غيره أحيانا تدخل في النقاش والحوار، يعني يشعر الإنسان دائما أنه الأب الحاني لكل من يعمل معه ولكل من يتعامل معه في الأصل، لا يعني هذا الموافق وعدم الموافقة، لكن الإنسان يحتاج إلى الحلم والصبر، صبر الساعة، هذا لا يشعر الآخر اللي أمامك أنك أنت واقف ضده، ولا يشعر الآخر بأنك أيضا ند له. يعني بعضهم أحيانا قائد مدرسة ينقل من مكان إلى مكان ولا ينهى تكليفه ما يرضى يروح ولا يسلم، هذا مو بشغلك، هذا عندك أنت، فوز صلاحيات شغل مؤسسي، خلك أنت في النهاية الصدر الرحب اللي ممكن يدرس الأمور، أو أن يكون على الأقل عندما هذه الموجة تلتطم بأكثر من فتصل إليك وهي قد خلاص تقبل بآخر الحلول. فبالتالي لا تشغلك هذه التفاصيل الصغيرة جدا. أحيانا البعض تجد مدير تعليم في محافظة أو منطقة خصم لمديرة مدرسة ولا المدير مدرسة في موضوع معين، في سجال وأخذ ونقاش طويل جدا، ولا يروح إلا ما يروح، إلا يطلع إلا ما يطلع، كيف هذا يقدر يكسر. فهذه أحيانا ترى ما تجي مرة واحدة وفجأة، إنما تأتي بشكل متدرج، لكن فوض هذه التفاصيل، كل من يأتي كل من يعمل كل من يعمل على شكلته. البعض أحيانا بعض الإدارات عندك يعطيك دلالة قطعية جدا عنهم غير قادرين على تحمل المسؤولية والقيادة، أحيانا قد يعرض عليك أمور معينة هي مصلحياته، وهذه أيضا بالمناسبة من أخطاء كثير نقع فيها إحنا كمدراء تعليم، أن تمر أمور مصلحيات يرفع على الوزارة، ترى هذه تعطي دلالات للي يفهم كثيرة جدا على مستوى قدرة هذا الزميل على قيادة العمل في الموجود، والبعض الآخر عكسه يعني يضرب وكأن الوزارة غير موجودة، وهذا أيضا من الأشياء الخاطئة تماما. فتوازنات الأمور مهمة، لكن الحلم ثم الحلم ثم الحلم ثم الحلم، وأي شخص أي جهة أو إدارة ترفع لطلب التوجيه، أحيانا بعض يقولك والله كذا 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 نعمل توجيه، لا أحد يعطيني نعمل توجيه إلا برأيي، أعطني تداعيات الأمور كلها وتفاصيلها ورأيكم أنتم كجهة اختصاص، في الأصل أن يوافق على رأيكم أنتم جهة الاختصاص، أو أنه يكون لدي من المعلومات أو من الرأي أو وجهة النظر ما يجعلني أحتاج أخذ رأي آخرين. تجد أمر يعني يأتي من الشؤون التعليمية تريد أن تستشير جهة أخرى لها علاقة كالشؤون المدرسية ولا غيرها، أحيانا تطلب رأيهم شؤون الموارد البشرية وغيرها. فبالتالي أنا أقول الإنسان لا يكون هو مصدر دراسة الموضوع ولا مصدر قراءة الموضوع ولا مصدر اتخاذ القرار الأساسي إلا في الأمور التي تستدعي ذلك، وهذه مع الوقت يعني أمورها تأتي. اجعل جهات العمل تشتغل ولها عملها الفني البحت الذي لا يمكن أن أقبل الدخول في تفاصيله، تفاصيله ستشغلك. يجي واحد يقول عند الموضوع كذا، عطني الزبدة نهاية الموضوع وشي كذا ورأينا كذا، خلاص انتهى الموضوع. الآن أقول لك على بركة الله، أو يكون في رأي آخر أحيانا قد نستعين فيه. أيضا إن استطاع أحد منكم مع الوقت يكتشف زملاء مميزين ولهم رؤية ولهم وجهة نظر جيدة، فأنا أؤيد تماما أن يكون مكتب مدير التعليم فيه 2 أو 3 من فطاحلة أهل الرأي والعقل والمنطق، يكونون مستشارين هؤلاء، أنت في حاجة ماسة جدا لهم، حاجة ماسة، وأكرمهم بما تستطيع تقديرا ومالا ووقتا وكل شيء.
لأن هؤلاء سيعينونك كثيرا الحقيقة في الأمور التي تحتاج إلى قراءة تفصيلية. يأتيك موضوع يعرض الشخص، قد تكون هذه فكرة مميزة لكن كثرة تفاصيلها تجعلك أحيانا ما تجد الوقت المناسب فتتعطل، ويشعر الآخر أنك همشت رأيه ووجهة نظره، فبالتالي أحيانا قد يكون عندك مبادرات إيجابية وفرص جميلة تخسرها. وإن أشغلت نفسك بكل شيء تقرأ تفاصيله لئلا تفقد هذه الفرصة أضاعت وقتك وأخذت منك. فوجود مستشارة مستشارين أو ثلاثة أحيانا يساعد كثيرا. يعني أنا من تجربة لازلت إلى الآن أبحث في الرياض، ومشكلتك لما تجد مكان غني أحيانا أيضا تتعبك كثيرا في قضية الحصول على الأشخاص الجيدين للاستفادة منهم كمستشارين. يعطيك العافية أبو ياسر، نستأذنك بمداخلة أخيرة فقط، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لو لم يكن لي من المداخلة إلا الترحيب بالأستاذ حمد، رحبوا به الزملاء فأرحب به ألفا، فعمل تحت إدارته وشرفت بتوجيهاته وفاء لهذه القامة التربوية الكبيرة. مثل ما تحدث الدكتور طلال كان حديث الدكتور الأستاذ حمد أبو ياسر من القلب فوصل إلى قلوبنا جميعا بدون أي تكلف، وهذا جمال الطرح. أغلب التحذيرات منذ أن كلفنا أستاذ حمد عن الأمور المالية والتنبيهات الأمور المالية وهذا الرعب وهذا القلق والهلع طرح لنا في خلال اليومين طرحين، طرح ما بين لجنة مركزية بإدارة مدير التعليم وكأنك تسحب صلاحيات، وما بين بقاء تفويض الصلاحيات والمتابعة. وجهة نظر أبو ياسر في هذا الموضوع وحجم ما نهول أيضا كمدير تعليم والخوف الزائد من الأمور المالية اللي تتسبب في تعطيل العمل خوفا من عدم توقيع بعض العقود أو كذا كمدير جديد، رأيك في هذا الموضوع؟ طبعا رأيي أبو ياسر عفوا أثقلنا على الزملاء، فهذه تكون الإجابة مختصرة. أي مختصرة، أنا بس ما أدري اللي جالسين في الصف الأخير ذولي وش جابهم عندنا هنا، هم لقوا شغل. بالعكس أنا أتمنى أنهم تم استفادة منهم، والله قامات كلهم أساتذتي اللي وراء، أنا يوم شفتهم ضاق صدري، كويس إني ما شفتكم البداية كان ما عرفت أتكلم. يعني الأمر المالي زي ما ذكرت أنت لا تحتاج إلى أنه، يعني في أتكلم عن نفسي أنا قناعتي الكاملة جدا أن يختار الأشخاص اللي يملكون الكفاءة ويفوضون يفوضون يعني، وبالتالي يعني هذه من الأهمية الكبيرة جدا. أمرين أساسيين مهمين أنا أشوفها، قضية التواصل مع الجهات الرقابية عادة يساعد ديوان المراقبة العامة والجهات الأخرى الموجودة كفروع، وكذلك أيضا الجهة المعنية في الوزارة كتواصل وزيارات بسيطة جدا. إن قدرت ما تتواصل مع المسؤول الأول ابعد عن المدير العام، عن المدير يعني حاول أن تربط نفسك بناس أقل شوي، ستساعدك كثيرا وتسهل عليك أمورك كثيرا. احنا اعتدنا في الوزارة على هالشيء والشكوى على الله، فطبيعي جدا واحد يبي يسوي شيء في إدارة التعليم أمور بسيطة قبول طالب، لو يجي المدير التعليم كم ما يقدر يسويها، بينما لو يجي للمكتب ولا يجي المدير المدرسة أحيانا قد يسهلها بأمور سهلة جدا. فهذا في غاية الأهمية. أنا وجهة نظري الحقيقة أن لا يعنى الإنسان بأن يتولى إدارة هذه الأمور بنفسه، وإنما من خلال لجان مختصة اللي هي النظامية، في لجان يعني لجان مالية معروفة يعني محددة وحددها النظام، فيضع على الإنسان الناس الأكفى ويضع فيهم الثقة ويحملهم المسؤولية، فوض الصلاحية لهم واتركها لهم. في الأخير أنا في رأيي ما ترجع لك، حتى كثير من الأمور أحيانا أن تحتاج إلى تفويضها حتى في القرارات وغيرها، والأمور اللي ما يحتاج أنها لابد تمر على مدير التعليم ليتولى أمرها. يفترض مدير التعليم أن يتفرغ بأكبر قدر من الوقت ليخطط استراتيجيا، ليزور، ليتابع، ليوجه، ما عدا بعض التفاصيل الصغيرة اللي أحيانا قد تحتاج إلى أن تعرض عليه، فبالتالي تكون أمورها أيسر. وهذه قد في البداية أنت لا تحتاج أنك تعرف كل التفاصيل، تصير مركزي، حتى مدير مدرسة لو يبي شيء معين يرفع لك تقول يا مرحبا خلني أشوفه وأقرأ، هذه تطلع الإنسان ويعمل عليها ليل نهار جمعة وسبت، هذه يرى وجه آخر. حتى لو كنت مساعد لمدير التعليم في وقت سابق، ترى عندما تكون مدير التعليم يختلف الأمر، عندما تكون مكلف غير لما تكون رسمي، تختلف الأمور تماما في هذه التفاصيل. لكن الأمور المالية أنا عندي قناعة أنه محاولة فهمها خطأ، اقتحام تفاصيلها خطأ، ولذلك يعني فهم الإطار العام لها جيد، ولكن لابد أن يكلبها
من هم مختصين فيها ومن يتولى أمرها، سواء المساعد للخدمات المساعدة أو مدير الشؤون المالية والإدارية في الإدارة، مع ناس محل ثقات ما يمنع أنك تضع معهم شخص في اللجنة أيضا تثق في رأيه وتثق في توجهه، أحيانا قد يعني يحدث توازنات لوجوده في اللجنة، أحيانا قد يساعد على ضبط عملها بشكل أفضل ويغير مسارها، قد يطلعك إذا احتاجت الأمور. لا يعني هذا الواحد يضع لها أحد مباحث له في الإدارة، وإنما يعني أشخاص يثق أنهم هم يعملون بعمل مؤسسي جيد يساعد قبل أن تتفاقم الأمور. لكن ترى المخاوف اللي تكلم عنها هذه حتى الإنسان يتفاداها، يعني أنت بتطلع البر يقول لك احذر ترى هذا وقت ثعابين، مو بشرط أنك بتقابل ثعبان، لكن الإنسان يكون محتاط. فالحذر والحيطة، وأنا أمثلها بمثال بسيط أختم فيه وأن كان زعلان يعني الأستاذ ناصر، يعني كم رحلة تقلع كطيران يوميا؟ آلاف مؤلفة. كم الأموال التي تصرف في مجالات الأمن والسلامة؟ كثيرة جدا، لئلا يقع حادث. كم حادث يقع في السنة؟ محدودة جدا. هذه هي الأمور المالية، قارنها بالطيارة. بس أنا أقول ركز في هذا الجانب، لا يعني عدم حدوثها وقلتها، فبالتالي الإنسان يكون حذرا في هذا الجانب، يوكل الأمر لأهله، يحتاط من خلال اختيار الأشخاص الجيدين، لكن أنا لست مع الدخول في التفاصيل. حسنت. شكرا. كل الشكر وتقدير لك أستاذ حمد. لا أخفيكم سرا، الأستاذ حمد يتمتع بإجازته السنوية وآثر المشاركة على البقاء في بيته وبين أبنائه، فله منا عظيم الشكر والتقدير. حقيقة إضاءات قيمة جدا عرضت علينا في هذه أو تحت هذا المحور الأخير من قامة تربوية نعتز بها جميعا، له منا كل الشكر والتقدير، والشكر موصول لكم إخوتي الحضور على تحملكم هذا الوقت الطويل. نراكم إن شاء الله يوم الغد صباحا. السلام عليكم ورحمة الله.